على بعد 150 كيلومترا من البحر وبالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية، يستطيع محب رياضة ركوب الأمواج ممارسة هوايتهم المفضلة دون الحاجة للذهاب للشواطئ. فالمدينة الواقعة شمال إيطاليا دشنت أكبر حوض عائم لركوب الأمواج، يعمل بتقنية استخدام الأمواج الاصطناعية لإعطاء نفس الأجواء الطبيعية تحت اسم ويك بارادايس. إنه أمر رائع والموجة مذهلة وكبيرة. ركبت الأمواج مرتين أو ثلاثا، فقدت بعض الشيء حس التوجه، لكن التجربة ممتعة فعلا. أعتقد أن أحواض ركوب الأمواج خيار جيد للمبتدئين، يمكنهم من خلالها تحسين مستواهم، فالموجة ثابتة والضغط يبقى على حاله، وهو أمر ممتع. المشروع هو الأول من نوعه في البلاد، وبلغت تكلفته 1.5 مليون يورو، ويمكن للزوار استعمال ألواحهم الخاصة أو استئجار ألواح في مقابل 10 يورو في الساعة، كما يتاح حجز الحوض بكامله في مقابل 420 يورو للساعة الواحدة مع اشتراط سن 12 كحد أدنى لراكبي الأمواج. وتتباين الآراء في أوساط راكبي الأمواج بشأن منشآت من هذا القبيل، فالبعض يحبذ التمرن فيها على مدار السنة، في حين يعتبر آخرون أنها تفقد هذه الرياضة جوهرها المرتبط بعدم قدرة أي شخص على توقع حركة المياه في البحار والمحيطات.